صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الخميس 21 سبتمبر 2023. يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة، وتبقى يا رب يعني أيام جميلة. والعيد ميلادهم 21/9، كل سنة وهم طيبين وبألف خير. أعتقد النهاردة بداية فصل الخريف، يعني إحنا تقريبا ودعنا فصل الصيف كده خلاص. كل سنة وإنتم طيبين. خلي بالكم فصل الخريف ده مش واخد حقه قوي معانا، يعني دايما احنا بنغني للربيع ونحتفل بالربيع، مع ان فصل الخريف ده يعني من اجمل ايام السنة من حيث الجو، بيبقى الجو كده شمس حلوة وبتاع، وممكن يعني يوم كده تلاقيه بالليل كده برد شوية، فبيبقى الاجواء فيه جميلة جدا جدا. زي ما اعتدنا كل يوم بنبتدي اول فقرة معانا بنسمينها كده دردشة، بندردش مع بعض في حاجة وناخد اراء حضراتكم. بنعتذر امبارح لو يعني موضوع التليفونات موضوع الصورة، فالنهاردة ان شاء الله احنا معاكم مستعدين. صورة البرنامج موجودة على صفحة الفيسبوك سي تي في ايجيبت، ابعتوا لنا وقولوا لنا ارائكم. والنهاردة هنقول اختيارات، تمام؟ هخير حضراتكم بين ثلاث حاجات، بس محدش يقول لي ايه جميع ما سبق، ومحدش يقول لي يعني ثلاث اربع خمس ست حاجات، هي حاجة واحدة بس حضرتك هتقولها، وانا هقول لحضرتك ثلاث اختيارات وحضراتكم تقولوا لنا لو في حاجة غيرها ماشي، بس تبقى برضو حاجة واحدة بس. ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، هقرا كل تعليقاتكم النهارده، وكمان من خلال ارقام التليفونات اللي هتبقى موجوده قدامكم على الشاشه. السؤال: انسان بترفض التعامل معاه، مين هو الانسان اللي بترفض التعامل معاه؟ البخيل ولا العصبي ولا كثير الكلام الرغاي يعني، او حاجه رابعه انت تقولها لنا، بس تختار حاجه واحده بس. بزعل انا لما الاقي واحد يقول لي ايه، انا ما بحبش اتعامل مع البخيل والعصبي وكثير الكلام والانسان اللي كذا واللي كذا واللي كذا. لا، اي حاجه واحده بس حضراتكم اختاروا حاجه واحده. لو عايز تقول لي السبب طبعا قول لي السبب، يعني ممكن واحد يقول لي انا ما احبش البخيل لان البخيل مثلا، او مثلا ما بحبش اتعامل مع البخيل لان البخيل بيبقى كمان بخيل في مشاعره. فتلاقي انسان جاف واحد يقول لي يا عم انا مالي يا عم، بخيل على نفسه، انا بخيل يعني هيطلع من جيبه ويديني مثلا. الانسان العصبي، في واحد يقول لك العصبي ده اسوأ انسان تتعامل معاه لانه على طول بيتعصب، وفي واحد يقول لك العصبي ده بيبقى اطيب انسان في الدنيا كلها، ويعني زي ما بيطلع زي ما بينزل، ده انسان جميل. كثير الكلام او الرغاي او اللي بينقل الكلام، ده اللي نقصده برضو النهاردة. في حد يقول لي كثير الكلام أو اللي بينقل الكلام، ده أصعب حاجة ممكن تتعامل معاها، تمام؟ فضفضت أنا معاه بكلمتين، زميلي اللي في المكتب اللي جنبي مش عاجبني، فأنا رحت وهو ماشي قلت يا عم بقى بلا مش عارف إيه، فروح يقول له ده بص أنا هقول لك على حاجة، بس ده من محبتي مش أقصد حاجة ولا بتاع. هو إسحاق قال عليك بصراحة، قال ده هو إنسان مش كويس ومتعب وبيديني شغل اكتر من اللازم وكذا، وما قلتش ده كله، انا كل اللي عملته يا اخي بقى حلنا شويه يعني كده من نرفزت يعني ولا اي حاجه من، فقلت كده. فكثير الكلام او الانسان اللي بينقل الكلام، انت ما تحبش تتعامل مع ثلاثه، قول لنا واحد منهم. انسان بترفض التعامل معاه، البخيل ولا العصبي ولا كثير الكلام او ناقل الكلام، خليها ناقل الكلام. انسان بترفض التعامل معاه، البخيل، العصبي، ناقل الكلام، او اختار صفه انت تقول لنا عليها او تقولوا لنا عليها. ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، وكمان اتصلوا بينا على ارقام التليفونات، وتعالوا مع بعض كده ايه ناخد كام صفه. البخيل، البخيل انسان موجود وسطينا، قد يكون تربى بشكل خاطئ شويه، بالنسبه له الجنيه ده راجل، يعني يقول لك ده بالنسبه له الجنيه ده ويقدر، يعني الفلوس بالنسبه له عشان تطلع تبقى حاجه صعبه جدا. حد كان بيحكي لي بيقول لي كان معاهم جار في العماره،
كنا بيوزعوا الفلوس بتاعت لم الزبالة يعني، أو القمامة، أو يعني سموها زي ما تسموها. كان وقتها يعني كده من 10 سنين ولا حاجة، كانت 5 جنيه على كل شقة، 5 جنيه على كل شقة. كان الراجل محترم بيجي يلم منهم الحاجة وبياخد 5 جنيه من كل شقة، وهي العمارة مش عارف 5 أدوار على 4 شقق، تمام؟ كان يكسروا عليه الباب عشان يدفع ال5 جنيه، يقول لهم لا مش ده، مش طالع، مش هدفع، محدش اللي معانا، هبودي الزبالة بنفسي عشان ما يدفعش ال5 جنيه. هو معاه وشغال موظف، يعني شغال موظف كويس، وعربيته راكنه تحت العماره وتمام، بس برضه ما يخليش البواب يمسح له العربيه عشان مش هيديش الراجل البواب او الغفير فلوس. فراجل صعب جدا جدا يعني، فانسان البخيل تخيلوا ده في بيته بيبقى عامل ازاي، صعب جدا. في انسان خلي بالكوا بخيل، وفي انسان مش معاه فبيصرف على قده، بيدبق اموره يعني، فده حاجه وده حاجه يعني. يعني انا معايا على قدي فلوسي او مرتبي قليل جدا، فاللي كان بيكفي في الشهر، الشهر كنا بنجيب فيه 3 كيلو لحمه وثلاث فرخات، النهارده بنجيب كيلو لحمه وفرختين مثلا يعني. فده انسان بيدبق اموره، ده مش بخيل، ده بيصرف على قد اللي في جيبه، فده قصه تانية. لكن البخيل التاني ده هو معاه، عارفين مسلسل بخيل وانا الفنان فريد شوقي، كان معاه بس هو مش عايز يصرف على عياله، مش عايز يديه، ومش عايز اي حاجه، مش عايز يروح للحلاق فبيحلق له هو في البيت، ومش عايزه ياكل ولا يشرب زي اصحابه والحاجات كده. العصبي انسان بيتعصب بسرعه، سريع النرفزه، لكن في الاخر ممكن تلاقي انسان طيب جدا جدا وانسان جميل وحلو من جوه. ناقل الكلام، ناقل الكلام يحب رجل ثرثار او امراه ثرثار، يعني يتكلموا كتير جدا جدا جدا، وكثير الكلام هو كثير الخطا. نقرا التعليقات الاول ولا ناخد تليفونات الاول؟ استاذ جرجس اهلا بيك. استاذ يوسف اهلا بيك. اهلا يا استاذ يوسف. صباح الفل العالمي يا كبير، شرم الشيخ تصبح عليك. اهلا اهلا بكل حبايبنا في شرم الشيخ، اهلا بحضرتك. ربنا يخليك. سيادتك بتتكلم عن البخيل وكثير الكلام والعصبي. قول لي قول لي شخصية واحدة بس ما تحبش تعمل معاه في دول. أي شخصية واحدة أقول لك عليها سعادتك؟ ما فيش شخصيات تانية. كثير الكلام. كثير الكلام. اللي بينقل الكلام ده. أيوه. يوقع بلاد ده. مع كل الشخصيات اللي عند الشخصية دي. اللي ممكن تعمل له مشاكل. يوقع بلاد في بعض يا استاذ يوسف. نعم يا فندم. بقول لك يوقع بلاد في بعض. ممكن ياخد الكلمه منه يحطها عليها 10. صح. بس. طب انت اتعاملت مع نقل الكلام ده وتقعد تبرر انت تقول لا انا صدقني ما قلتش، انا يمكن اتعصبت شويه. اتعاملت معاه صدقني وخد الكلام نقله حط الكلمه عليها 10 كلمات يعني. مع اخواتي خسروني مع اخواتي وبعد كده رجعنا كده. وهم قالوا لك فلان اللي قال صح كده؟ قالوا كلام كتير، قال لي ده دي قال كذا والكلام ما حصلش مني صدقني. وقال لي ده عمل كذا عشان يقول ياخد كذا وده كذا، وبص سمعت كلام غير اللي انا قلته خالص صدقني. كانك سمعت عن شخصيه انت ما تعرفهاش. قعدنا سنتين متخاصمين. وبعد كده رجعنا تاني لبعض صدقني يا استاذ صاحبي. بسبب ان واحد بينقل الكلام وطبعا بيزود على الكلمه 10. ده بيجاوبها نور. صفة سيئة جدا. بشكرك جدا يا استاذ يوسف على مشاركتك معانا، وتعالوا بقى ناخد بعض التعليق، ابعتوا لنا وقولوا لنا. انا شايف ناس كتير بعتها، ان شاء الله على قد ما اقدر هقرا كله. بيبعتوا لنا كلام. مين الشخص اللي ما تحبش تتعامل معاه؟ هو البخيل ولا العصبي ولا ناقل الكلام؟ طبعا ممكن واحد يختار يعني حاجة تانية. انا زمايلنا بيقولوا لنا حاجة، بيقولوا لي حاجات في وداني بس انا مش عارف اقولها. استاذ عادل عبد الله من دمياط بيصبح علينا وبيقول لي ولا احب نقل الكلام وكثير الكلام ويوقع الناس في بعض. برضه استاذ عادل بيقول لك اللي بينقل الكلام ده اصعب حاجه، ما احبش اتعامل معاه. جوناثان مجدي، ما بحبش اتعامل مع شخص حاقد او منافق، لان قدامي هيبقى كويس وورايا هيبقى بيكره يشوفني كويس، فده صحيا ما احبوش يكون حواليا. يبقى الانسان اللي يشوفني الانسان الحاقد او المنافق، الانسان المنافق اللي هو بيتعامل بوش ومن ورايا بوش تاني. استاذ حلمي اهلا بيك.
استاذ خليل اهلا بيك. اهلا بيك ازيك يا استاذ حاتم؟ اهلا بيك يا استاذ خليل، منورنا. الله يخليك. اتفضل. الانسان اللي ما بحبش اتعامل معاه كتير الكلام. ليه بقى؟ اولا كتير الكلام ده بيبقى كتير الغلط. صح. ينقل كلام. وحاجات كتير وصفات كتيره ما تبقاش حلوه فيه. فلذلك لما اتكلم معاه اتكلم معاه باحتياط قوي، يعني ما حاولش اقول له معلومات ممكن ينقلها. ايوه، او ممكن يعني ممكن جدا معاه. او ممكن اقول له معلومات انا عايز اوريدي انقلها للناس. يعني لو معلومات عاديه تتنقل ممكن اقولها له. ايوه، انما معلومات مش عايزه تتنقل دي ما اقولهالوش خالص. بتبقى صفه صعبه جدا يا استاذ خليل ان حد ينقل كده. طبعا طبعا. طب بس اتعاملت حضرتك مع حد كده صح؟ اذاك في شغلك او ضايقك؟ انا مبسوط جدا معاه يعني. طبعا. واذاك في شغلك او ضايقك او سبب لك مشكله؟ يعني في يعني برضه حاجات كده، وانا ايام ما كنت في الشغل. ايوه. واحد برضه يعني قال كلام مش مظبوط، بس ايه ظبطنا الدنيا يعني، وواجهته وواجهت الشخص وكده، واتضح يعني ان هو من كتر كلامه انصف يعني في كلامه. تمام، بشكرك يعني. شكرا يا استاذ خليل، نورتنا، بشكرك جدا. ناخد بعض التعليقات برضو. سميرة سعيد، برفض التعامل مع قليل الأصل وناكر الجميل. برضو دي برضو من الصفات الصعبة، إنسان بترفض التعامل معاه. أنا حطيت ثلاث اختيارات وحضراتكم ممكن تقولوا اللي أنتوا عاوزينه. أنا حطيت البخيل، حطيت ناقل الكلام، حطيت العصبي. محدش جاب سيرة العصبي خالص. مريم كمال، ما بحبش الشخص المزاجي متقلب المزاج. اللي هو ساعة تلاقيه حلو وساعة بس بحس ان هي يعني متقلب المزاج، ده مش بمزاجه قوي يعني، هو طبيعته كده يعني، طبيعة كده هو يعني، مش عارف. روماني حبيب بيقول ما بحبش اتعامل مع الانسان المتكبر. معاك حق طبعا. تريزا مراد بيصبح علينا وتقول لي سلم على هبة. حاضر. بصراحة أرفض التعامل مع الشخص اللئيم والخبيث، لأنه مش بعرف اللي جواه بسهولة وقلبه مش أبيض. طب إزاي هعرف إن هو لئيم يعني؟ أستاذة تريزا قولي لنا بقى. أفا توادرس، بصبح عليكم الأقصر، برنامج رائع. الشخص الماكر أتعامل معه بحرص شديد. إستر عبد الوهاب، أستاذة إستر بتقول كثير الكلام طبعا لأنه ثرثار وممكن يخرب بيوت، وزي ما بينقل كلام هيقول علي، وزي ما بينقل كلام هيقول علي ايضا، لانه غير امين بالمره ولا يؤتمن. استاذ فوزي اهلا بيك. يا استاذ فوزي. طيب استاذ فوزي معانا؟ صباح الفل. يا صباح الفل يا استاذ فوزي، اهلا بحضرتك. صباح الورد، صباح الورد، صباح التفاؤل. اهلا اهلا بحضرتك. مين الشخص اللي ما بتحبش تتعامل معاه؟ كثير الكلام طبعا. كثير الكلام حضرتك، حتى الكتاب المقدس يقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. تمام. وبصراحة أنا يعني عاشرت كتير كلامهم كتير، يعني كان قدام عيني بيوقعوا الناس في بعضها قدام عيني. يعني فعلا بيجي من ورا الكلام الكتير مشاكل كتير، وزي ما بينقل لي بياخد مني ويودي ويوقع الدنيا في بعضها فعلا حقيقي يعني. معاك حق طبعا الانسان. بس انت يعني قابلت حد قبل كده كان بين الكلام وسبب لك مشكله يا استاذ فوزي؟ ده عشره معايا في الشغل 25 سنه يعني. طب بتتعامل معاه ازاي بقى؟ بتبقى خايف وانت بتقول له طبعا اي حاجه؟ لا مش خايف، ولكن حريص. بقول الكلام العادي اللي ممكن اي حد يعرفه، اي حد ما يفرقش معايا، لكن صحيح. خصوصياتي وكده حريص. جدا جدا. بشكرك جدا يا استاذ فوزي، بشكر حضرتك. استاذ يوسف انور بيصبح علينا، احلى برنامج. طبعا ما بحبش اتعامل مع كثير الكلام، ولان ده بيوقع الناس في بعض وبيعمل مشاكل كتير بين الناس، وللاسف الشخصيه دي موجوده فعلا في حياتنا، ممكن يكون في الشغل او الجيران، بس دي شخصيه بتعمل مصايب، ربنا يكفيكم شرها. ميري فخوري، ما بحبش اتعامل مع اللي بين الكلام عشان بيوقع الناس. سامح زكي،
اللي بيتكلم كتير طبعا، لان اي حوار هيدور بينك وبينه مش هيكون امين عليه، وكمان هيزود كلام من عنده عشان بيكسب طرف اخر على حسابك، وبالشكل ده هيزعل ناس كتير منك. كيرلس عاطف البخيل طبعا، وكتر خير الوحدة اللي هتتجوز واحد بخيل. تامر سعد الغير امين، او الشخص اللي ممكن يخليني افقد ثقتي فيه. امل حياتي ناقل الكلام والاناني. مارسال موريس من اسيوط، بصبع على حضرتك وكل الاهل والاصدقاء. اكره الكذب احب الصدق. طبعا هو كل الحاجات دي غلط، يعني الشخص الكذاب، الشخص المنافق، الشخص في البيت مثلا شخص الغيور جدا، يعني في حاجات كده بتبقى معروف ان هي غلط يعني، بس هو اكتر صفه بقى انتوا ما بتحبوهاش. حنين امين، التعامل مع الشخص النرجسي، دايما شايف نفسه احسن واحد واذكى واحد ومتسلط، وهو جامع في ذاته كل الصفات اللي ذكرتها. الشخص اللي هو يعني مغرور على الفاضي وبالونه كده وهو جواه فاضي يعني. حنان لطيف، الانسان اللي ما بحبش التعامل معاه غير الاختيارات دي الكذب. رينا مينا بتصبح حالين، ارفض التعامل مع الانسان الاناني. اماني ثروت، ما بحبش الكذاب. صفاء حنا، بنقل الكلام بيبوظ الدنيا. شيرين روماني، انا مش بحب اتعامل الرغاية علشان دايما بياخد الكلام من هنا ويوديه لهنا لحد تاني، ودي حاجة مش حلوة. هناء جمال، ما ينفعش نتعامل مع اللي بين الكلام، وعاوز اقول انا في ناس مش بكلمها اصلا من فترة بسبب الرغي. معنا مين؟ الو الو، صباح الخير استاذة فايقة. ايوه استاذ حارس، يا اهلا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. انا بحبك جدا وبحب البرنامج بتاعك. ربنا يخلي حضرتك، ده من ذوقك، ربنا يخليك. خليك، انا اكتر حاجه ما بحبش اتعامل مع الانسان الكذاب. ما بتحبيش تتعاملي مع الكذاب؟ الكذاب ما بحبوش ابدا. طب هو في انسان ممكن يكون بيكذب يعني لغرض يعني يعني مره كده وبتاع، وممكن انسان طبعه الكذب يعني ما بيعمل ما يقول لو قال لي يمين امشي شمال. ايوه في، يعني انا اتعاملت مع انسان طبعه ان هو كل كلامه كذب كذب كذب، ونعم يقول لي بحاجه وبكره يقول لي نفس الموضوع بقصه ثانيه. ايوه بحس ان انا عايشة مش مع إنسان، لأن الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب. صح. لكن الإنسان اللي أنا بعيش معاه كذب دوت ما بحبش، عايزة أتكلم معاه، ما بقاش عايزة أشوفه. برافو عليك. بحس إن هو أنا عايشة مع في ضلمة، إن أنا مع سراب، مع هوا. صح. فبجد يعني بتضايق جدا، وبحس إن الإنسان ده هوت بيتعبني، بتعب نفسيا، لان انا بحب الصراحه. مدام فايقه، لما بتواجه الكذاب ده بكذبه بيبقى رد فعله عامل ازاي؟ بحس ان هو عادي بالنسبه لي، لان هو واخد على كده، فرحان باللي هو بيقوله، حاسس ان هو بيقول حاجه طبيعيه. طب بشكرك. يعني عشان كده انا ببقى ما بتحبيش طبعا اتعامل مع اطفال. طبعا ده شيء مستفز جدا التعامل مع الشخص الكذاب. بشكرك جدا يا مدام فايقة، نورتينا. سريعا كده ام شنوده، ما بتحبش الانسان اللي هو كتير الكلام، بيبقى انسان حقود ومنافق وكذاب وبوشين. ناديه نصيف، ما بحبش اتعامل مع الشخص البخيل. راشيل ملاك، الإنسان اللي بيهاجم أسلوبه في الكلام الهجوم خير من الدفاع. بولا مجدي، ما بحبش العصبي وناقل الكلام. مادون عماد، ما بحبش تعامل مع الشخصية اللي تغلط أو تتريق على صاحبتها قدامي، لأن زي ما غلطت فيها قدامي هتغلط فيا قدامها. خلي بالكم إن كلنا أذكياء جدا، يعني أنا لو واحد بيقعد ما بيعملش حاجة غير إن هو بيشتم على الناس مثلا، كل الناس وحشة وهو بس اللي حلو، طب ما هو اكيد انت بتشتم عليا انا كمان يعني. اكاونت بيقول ام ماريو من الاقصر، ارفض التعامل مع كثير الكلام الحقود، وخصوصا لما يكون من العيله بتوجع قوي. استاذ نبيل شحاته، انا اتجنب التعامل مع الانسان ضعيف الشخصيه، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده برضو ما حدش قاله استاذ نبيل قبل كده، ضعيف الشخصيه كلمه توديه وكلمه تجيبه. عصام، أستاذ عصام لوفيز، لو أنا بنطقها صح، ما بحبش أتعامل مع الإنسان الغبي، يعني برضو ده تعليق. أكاونت اسمه الملكة مهرائيل، العصبي
لأنه التعامل معاه صعب. أم فرج ما بحبش أتعامل مع ناقل الكلام. مارجريت فرانسيس أنا ما بحبش أتعامل مع البخيل والإنسان الخبيث والإنسان اللي بينقل الكلام. هي كاتبة كل حاجة بس يبدو أن موضوع البخيل ده حطاه في الأول لأن هي ما بتحبش تتعامل مع الإنسان البخيل. تاني مرة أقول السؤال، مين الشخص اللي ما بتحبش تتعامل معاه؟ الإنسان البخيل، ناقل الكلام، الإنسان العصبي. اختار واحد، اختار صفة واحدة بس، ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. انا حابب اقرا بصراحة التعليقات بتاعتكم، التعليقات بتاعتكم جميلة جدا، عارف ان الوقت بيجري بس على قد ما اقدر يعني. ناهد نجاح، ارفض التعامل مع الشخص كثير الكلام اللي هو بينقل الكلام. روجيه عبد المسيح، صبح حالينا، اهلا بحضرتك. ماجدة شكري، ارفض التعامل مع شكرا لكلامك الاول، وبعد بتقول ارفض التعامل مع البخيل لانه هيكون بخيل في كل شيء حتى في مشاعره وعاطفته مش بس في المال. انا معاكي جدا، البخيل يمكن البخيل لو انسان بتعامل معاه في مجال شغل ولا حاجه بتعدي، لكن البخيل ده في البيت يبوظ الدنيا. بخيل في مشاعره وبخيل على عياله وبخيل 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 وبخيل، يعني ده حتى بعد ما يتوفى ولا حاجة ولاده ما يبقوش فاكرين له حاجة، يقولك ده كان إنسان صعب جدا جدا جدا، ده احنا شمينا نفسنا بعد ما مات. يعني في ناس كده يقولك احنا شمينا نفسنا بعد ما مات، لأن هو كان مقفل عليهم حياتهم، فبعد ما مات لقوا معاه فلوس كتيرة جدا فابتدوا يصرفوا، وده كان برضو مسلسل بخيل. وأنا بعد ما مات ولاده حتى مش عايزين ينزلوا الجنازة عشان ملهيين في الفلوس اللي حرمهم منها حياته طول حياته. أستاذ شحاتة أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذ شحاتة. يا صباح الفل يا أستاذ شحاتة. سلام للأستاذ هبة. يوصل حاضر. ربنا يجيبها بالسلامة يا رب. يا رب. مين الإنسان اللي أنت بتحبش تتعامل معاه؟ أنا أحب أتعامل مع العصبي. تحب تتعامل ولا ما تحبش تتعامل؟ لا احب اتعامل مع العصبي لان العصبي لونه ابيض طيب جدا. طب مين الشخص اللي انت اللي فيه صفه انت ما بتحبش تتعامل معاه؟ اللي هو ناقل الكلام. ناقل الكلام. قابلك حد قابلك الشخص ده قبل كده؟ قابلني كتير طبعا. سبب لك مشاكل. سبب لي مشاكل، وهو ما بيشوفه حد شغال معاه علشان ما اتكلمش وينقل الكلام ويبوظ لي الدنيا كده. ايوه بشكرك يا استاذ شحاته، وصباحك فل. صباح الفل عليك. صباح العسل. صباح الورد. صباح الفل على حضرتك. اكونت اسمه ايه؟ كوثر راجي بتقول ما بحبش اتعامل مع الشخص الغبي. حنين امين، النرجسي حامل كل صفات ده قلناه اعتقد. ايمان صالح، ما اعرفش اتعامل مع الشخص الكاذب والبخيل والعصبي. ملاك صالح، ارفض التعامل مع من ينقل الكلام لانه بيجيب مشاكل. فيلومينا عبود، الإنسان صاحب مصلحته، وقت ما بيكون ليه حاجة يبقى حبيب، ولما تخلص مصلحته بيبقى عدوه. أنا معاك جدا بقى، الصفة دي سيئة جدا جدا جدا، إن الإنسان بتاع مصلحته بس، وقت المصلحة تلاقيه حبيبك وقريبك وأخوك ويطبطب عليك وعايز حاجة وتلاقيه رقيق جدا يعني، وبعد ما المصلحة تخلص كل حاجة خلصت. شيرين روماني بتقول اللي بين الكلام ده لو لاحظت هتلاقي ان كلامه كله ملوش لازمه، فمش بديله اهتمام في اي كلام بيقوله، هو يفهم زي ما يفهم بقى. رمز ابراهيم، ارفض التعامل مع قليل الاصل وناكر الجميل. ام كيرو، الانسان اللي بين الكلام والعصبي. مادونا موريس، كثره الكلام. مارلين فتحي، الكذاب، عشان اتربيت على كده، بابا طول عمره يقول عفريت الكذب. أم مينا، برفض التعامل مع الغير صادق. ميرفت مكين، مش بحب أتعامل مع الشخص الكذاب، الكذب ده صعب، بتبقى مش عارف تصدقه تاني خلاص، مش عارف أتعامل معاه. أستاذ أشرف أهلا بيك. يا أستاذ أشرف، أستاذ أشرف اسمعنا من التليفون، يا ريت أي حد يتصل بينا يسمعنا من التليفون ويوطي التلفزيون. طيب أنا هبتدي بقى أخد بقية التعليقات. كرم عزمي، ناقل الكلام هو الخباص. حلوة. إناس حليم، كده مش هتعامل مع حد، كل الناس في عيوب، كل واحد ينظر داخله هيلاقي العيوب دي موجودة فيه برضو بدرجات متفاوتة. ما هي لو واحد كذب علي مرة ولا بتاع ممكن تعدي، لو إنسان كان بخيل في موقف واحد ممكن تعدي، لو إنسان
نقل كلام وهو مع مش طبعه ولا حاجة ممكن تعدي، لكن احنا بنتكلم على إنسان الصفة دي متركزة فيه، كل كلامه كذب، لو قال لك يمين امشي شمال وانت مستريح الضمير، انسان بين الكلام ما في كلمه بيقول لك ما بيتبلش في بق وفوله، مصريين يقولوا كده. استاذ اشرف اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. يا صباح الفل، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. مين برشح لرايك الموضوع عديم الضمير المريض. يعني ايه عديم الضمير المريض؟ يعني اولا ولا عندي دين ولا عندي ضمير، وعشان كده ده طبع كده مريض. اه بس اللي هنا الكلام ده بيخرب بيوت ياما. وبيخرب بيوت اخواته واهله وناسه. يبقى انت بتقصد اللي بينقل الكلام. ده نقل الكلام ده اولا خراب بيوته، وهو اساسا لو يعرف دينه هيمشي عليه مش هينقل الكلام ويخرب بيوت الناس. لما ده عدم ضمير وعدم كل الدين عنده. واضح ان انت مأذي من قصه بلاش الدين وبلاش يعني بلاش موضوع ان عنده دين او لا لا انا بتكلم على حاجه، لو عارف دينه هيمشي عليه مش هيعمل الكلام ولا يخرب بيت الناس. مالناش دعوه يعني الدين ده، يعني انا اسف من حاجه، انا عندي اخت مراتي خاربه بيتي وخاربه الدنيا كلها. ما انا بقول لك انت مأذي. طب انا بشكرك جدا يا استاذ اشرف. في ناس بتبقى مأذيه من حد فبتبقى يعني بجواها طاقه غضب شديده جدا، يعني لما بس سمع موضوع نقل الكلام وهو ممكن يكون مأذي من الحته دي، كلام اتنقل يعني ملوش لازمه، يعني ملوش لازمه، يعني في كلام حتى بيتنقل من قبيل النصيحه، من قبيل النصيحه، مش بس انا سمعت عنك ده انا شفت، يعني عارف ازاي؟ انا شفت جوزك وهو شغال، مش هو شغال في الحكومه في الحته الفلانيه بتاع يا اختي، ده في واحده قاعده جنبه ومش حاجات كده يعني. ففي ناس تنقل كلام وتنقل مواقف وبتاع صعبه جدا 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 يعني، والاكتر من اللي بين الكلام اللي بيحب يسمع حواديت عن الناس اللي حواليه يعني. البرنس مينا، ما بحبش الغبي والكذاب. شمس الحياة، ما بحبش الإنسان العصبي حتى لو قلبه طيب، العصبية بتضيع كل حاجة. أبانوب وجيه، ما بحبش التعامل مع صاحب المصلحة عديم الأصل الكذاب. جاكلين عبيد، مش بحب الإنسان اللي بينقل كلام. مريم خيري، مش بحب الإنسان اللي بيغلط نفسه. ميري صبري، ناقل الكلام النهاردة أحكي لك بكرة يحكي عنك. ناقل الكلام هيحكي لك بكرة يحكي لك هيحكي لك النهارده وبكره يحكي عنك. حلوه يا استاذ زميلي. حنا هاني، ما بعرفش اتعامل مع نقل الكلام. ابراهيم يوسف، صبح علينا، لا احب التعامل مع كثير الكلام. اكونت بيقول اللي يقبل عرق الشقيان. ده واضح ان انت مأذي برضه. اسحاق مريم، ده اكونت اسمه كده، صباح الخير للجميع، اهلا بيك. ابو نوفير، كثير الكلام والعصبي. ميري صبري، صبح علينا، شكرا لحضرتك. ليديا شحاتة، برفض التعامل مع اللي بينقل الكلام. أنا ما بحبش التعامل مع كثير الكلام، بس من وجهة نظري إن هو بيعمل كده عشان بيعاني من مشكلة نفسية أو حالة من عدم الاستقرار وتدني قيمة الذات، فهو بيعمل كده عشان يجذب انتباه الآخرين. مريم عادل، مش بحب أتعامل مع الشخص اللئيم واللي بينقل الكلام، الاتنين بيسببوا مشاكل. رنا نور، الناقد دائما، الانسان اللي بينقد باستمرار كل حاجه عنده وحش. يا سيدي مفيش حاجه حلوه، لا مفيش حاجه حلوه. تريزا، انا مش بحب اتعامل مع البخيل. هلبيس بهاء، مش بحب اتعامل مع الانسان اللي بميت وش. باسم منير، كثير الكلام، كثره الكلام لا تخلو من المعصيه. فينا صبحي، يا ريت ما تقولش كثير الكلام، نقول ناقل الكلام. معاك حق، ناقل الكلام، لان في ناس رغيين ونحب نتعامل معاهم. في ناس بيحبوا يتكلموا كتير ودول عسل يعني. بشكركم على التفاعل، بعتذر ان انا ما قدرتش اخد كل الكاتب، وكلنا فينا صفات، وكل يعني كلمتين بس في الاخر في 30 ثانيه، كلنا عندنا دفوهات بلا استثناء، وممكن كلنا يكون عندنا في بعض المواقف حاجه من الحاجات دي،
لكن مش جميل ان انت تتسم بصفة تكون هي دي حياتك كلها. اوعى تكون بخيل على نفسك وعلى بيتك وعلى عيالك، هم مش عايزين منك فلوس قد ما محتاجين انت تبقى كريم الاخلاق وكريم في كلامك وكريم العاطفة وكريم في مشاعرك. اوعى تكون بتنقل الكلام النهاردة واضح ان هو مزعل الناس كلها وعامل مشاكل مع الناس كلها، وتنقل ليه؟ يعني خليني في حالي، يعني ماليش دعوة. طالما عارفين أحلى حاجة كنت بحبها فيلم محمد هنيدي سور الصين العظيم، لما البنت اللي الصينية قالت له هنا كل واحد في حاله، أنت في حاله وهم في حاله، ملناش دعوة محي. قالت له ملناش دعوة محي، فنفسي في حياتنا كلها ملناش دعوة محي، طالما حاجة ما تخصنيش ومش مرتبطة يعني بشغلي وبحياتي وبقصتي وبدنيتي ماليش دعوة، ما تخصنيش. ولما انقل من هنا لهنا صفة سيئة جدا. اشكركم على تفاعلكم الكبير معانا النهاردة. فاصل ونرجع تاني. آيتنا النهاردة وردت في سفر المزامير المزمور 147، وهو من مزامير التسبيح والتهليل. عشان كده المزمور الجميل ده يبدأ بآية تقول سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح وملز، وبعدين يقول يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم. الملآية بتاعتنا الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار في الأرض. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار. الكاتب هنا لهذا المزمور لإما داود أو حجاي وزكريا، لأن لو خدنا مزمور 145 و146 اللي كاتبهم حجاي وزكريا نلقاه ماشي على نفس الإيه؟ نفس الوتيرة. مين هم اللي بيدعوهم داود للتسبيح؟ هم العائدين من السبي. لو انتوا تفتكروا لما كانوا شعب بني اسرائيل في السبي قالوا لهم رنموا، قولوا لنا ترنيمه، رنموا للرب ترنيمه جديده، فقالوا كيف نرنم للرب ونحن ايه في ارض غريبه، وقالوا ان احنا علقنا قصراتنا وما نقدرش نرنم للرب ترنيمه جديده. على فكره انا عايز اقول حاجه، التسبيح والترنم للرب عباده مش ملو وقت في الاجتماعات. عشان كده الكتاب يقول أمسرور أحد فليرنم. فالعبادة صلاة والعبادة ترنيم والعبادة أيضا تعليم. مهم قوي أن في العبادة يكون فيه ترنيم. التسبيح لائق، ونسبح لمين؟ سبحوا لإلهنا. من هم الودعاء؟ لأنه بيقول الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار في الأرض. خلي بالنا لما نحط الآية دي على ميزان نلاقيها عبارة عن قسمين، بس قسم فوق وقسم تحت. الرب يرفع، وهنا دليل إن الرب له القدرة، هو الذي يرفع الودعاء، في نفس الوقت هو الذي يضع الأشرار إلى الأرض. يقول كده في طوبى للودعاء لأنهم يرثون الإيه؟ يرثون الأرض. ممن نتعلم الوداعة؟ يقول كده في إنجيل متى 11 عن السيد المسيح تبارك اسمه، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. برغم أن السيد المسيح كل صفات، هو مشتهى كل الأجيال، كله جميل وكله حلو، ولكن صفة الوداعة كونوا ودعاء كالحمام. وكمان القديس بولس الرسول لما جه يتكلم على الوداعة حطها في غلاطية 5 من ضمن الثمار الروح القدس، غلاطية 5:23. قديس يعقوب يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليرى أعماله بالتصرف الحسن في وداعة وفي حكمة. لما جه السيد المسيح يضع الدستور في إنجيل معلمنا متى أصح 5 من ضمن التطويبات قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء
لأنهم يرثون الأرض. لما نيجي نحط الودعاء يرثون الأرض في متى 5 مع الودعاء إن الله يرفعهم، يبقى الودعاء سيرثوا الأرض ويرثوا أيضا الإيه؟ ويرثوا أيضا السماء. من هو الوديع؟ ده سؤال مهم لازم نجاوب عليه. من هو الوديع؟ هو الإنسان الهادي، هو الإنسان المتواضع، هو الإنسان المحب، هو الإنسان لما يجي يتكلم مع أخوه يتكلم بمحبة، كان لا يصيح ولا أحد يسمع صوته في الشوارع، فتيلة مدخنة لا يطفئ. الإنسان الوديع إذا اعتلى السلطة جعل السلطة للبنيان، مش جعل السلطة للتخويف، إن أنا أبني الآخرين. هو ده الإنسان الوديع. الإنسان الوديع هو الإنسان الذي يعمل من خلال فريق العمل، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. من ضمن في سفر المزامير كمان يقول في مزمور 25: يسمع الودعاء في الحق، يسمع الودعاء في الحق. قديس بطرس يتكلم على الوداع يقول: زينة الوديع الهادي هو قدام الله كثير الثمن. الوداعة صفة مطلوبة في كل إنسان مؤمن مسيحي يعرف الله، أن نقدم الوداعة. فليضأ نوركم هكذا قدام الناس فليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. الله قادر أن يعطينا الوداعة وانتظر وداعتنا أمام الآخرين، فنصير كمخلصنا وحبيبنا يسوع المسيح والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.